ربنا بينجده يعني بالسترة معاه. أنا وقعت من هنا على الأرض من البلكونة، ليه واحد صاحبي وقع برضه من طيارة بس نزل رشق في حلت الفنانة نيفين مندور ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC مصر. وتحدثت نيفين مندور عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وكذلك تفاصيل القبض عليها منذ سنوات في قضية تعاطي مخدرات. وقالت نيفين مندور عن قضية المخدرات: الموضوع ده كان خاص بوالدي مش بيا خالص، بس هم حبوا يكسروه بيا وانا اللي رحت في الرجلين. هو كان الله يرحمه ما بين نارين، سمعته وكمان سمعت بنته. ابويا خرج مساعد وزير داخليه من وظيفته. اضافت: ربنا كان كبير والحمد لله اخدت براءه من اول دقيقه ومحدش قدر يشكك فيها. وفكرت كتير اوضح للناس، لكن لقيت كل ردود الفعل معايا 90% من الناس كانوا شايفيني بصورتي الحقيقيه. مش هصلح صورتي لشويه ناس مريضه، اللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز يصدق عنه ما صدق. أنا اللي بيني وبين ربنا وأهلي هو اللي يفرق. وعن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني قالت نيفين مندور: والدتي كانت مريضة وهي كانت أولى بكل دقيقة من وقتي أكون معها وساعدها، كما أنني شعرت بخوف شديد بعد نجاح فيلم اللي بالي بالك وكنت في حيرة بين الخوف والسعادة. وأضافت: لما قررت أرجع للتمثيل بابا قال لي لأ بلاش، وبابا كان شديد مع الناس كلها إلا أنا وقال لي ده رأيي فما حبيتش أزعله. ومن خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز كشفت نيفين مندور عن قصة حبها وقالت: أنا وجوزي أصحاب بقالنا 23 أو 24 سنة، حبينا بعض وهو اعترف لي بحبه وقال لي أنا مقدرش عليكي أنا بحبك زيادة عن اللزوم. من بعدها سماني أبو علي، ولغاية قبل ما نتجوز كان صاحبي الجدع، وكنت بحاول أقلد مامي في كل حاجة، هي بمليون راجل وأنا حابة شخصيتها. وأضافت: في مواقف كتير حصلت كنت أنا الوحيدة اللي واقفة معي وكنت شايفة إنه بيحبني، لكن هو اتجوز وخلف وأنا الوحيدة اللي كان مصرح ليا إني أتكلم معاه في أي وقت وما كانش ينفع يكون في أي اعتراض عليا. واسترسلت نيفين: رغم كده كنت قبل ما أكلمه ولا بعت مسج كنت بحسبها ألف مرة، لاني ما كنتش عايزه ابقى السبب في اي مشكله تحصل معاه ومع مراته، وهو قال لي ان عمري ما كنت طرف في اي مشكله في حياته. وعن زواجها منه قالت: هو كان عنده مشاكل في حياته الزوجيه فانا قلت له تعالى نتجوز، ما فكرش واتجوزنا. كما كشفت انها استمرت لمده شهرين زوجه تانيه ولكنه انفصل عن زوجته الاولى لتكون نيفين مندور هي الزوجه الوحيده في حياته.